السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعينا الكرام. Hello my friend, this good day for you. My students, we are studying in this video metabolism and chemical reactions in living organisms body. Chemical reactions in living organisms body. Let us say something about our feeding. After we eat food, the food enters stomach and small intestine and had been digested. Then there are some biochemical reactions occur for this food. And our body then receive important elements from this food, which the, this important elements and macromolecules and micromolecules is benefit for our body. So we today are studying metabolism, which are some biochemical reactions occur in our bodies. This is our session now. Chemical reactions in living organisms' bodies, metabolism. Metabolism. What is the metabolism? Metabolism is the group of continuous biochemical reactions which occur inside the living cells. It stops leading to the death of living organisms. بيقول لي هنا ان الميتابوليزم ده هو مجموعة من البيوكيميكال رياكشنز مستمرة continuous, تمام, بتحصل في inside the living organisms cells. It stops leading to the death of the living organism. أنا وأنت are living organisms. عشان نستفاد من الأكل اللي إحنا بناكله بعد الدايجيشن بيحصل حاجة اسمها ميتابوليزم. الميتابوليزم ده بنستفيد من الدايجستد فود وبناخد منه الايه الانرجي, تمام. ازاي بناخد الدايجستد فود من الانرجي, بناخد الانرجي من الدايجستد فود. طيب بدايه انا عندي تو تايبس اوف ميتابوليزم. وي هاف تو تايبس اوف ميتابوليزم, كاتابوليزم اند انابوليزم. كاتابوليزم از ذا بريكنج اوف ذا كيميكال bonds among the macromolecules to extract the chemical energy stored in it. الكاتابوليزم هو عبارة عن البريكنج, تكسير الكيميكال بوندز اللي موجودة ما بين الماكرومولكيولز عشان نعمل اكستراكشن للكيميكال انرجي اللي ايه متخزنة جوه الايه الكيميكال كومباوندز دي, تمام. كإكزامبل احنا بناخده الجلوكوز اوكسيديشن. لما انا باكل والفود بيحصل له دايجيشن وفي الاخر الفيت بتاعته هي جلوكوز, الجلوكوز بيحصل له اوكسيديشن ديورنج ذا سيلولار ريسبيريشن, بيحصل اوكسيديشن ومن الاوكسيديشن بيطلع انرجي, تمام. انا باخد كهيومن او كليفنج اورجانيزم باخد الانرجي دي بستفيد منها في البروسيسنج او الفايتال بروسيس الامبورتنت ليا كليفنج اورجانيزم, تمام. يبقى سمبلي مايكرو مولكيولز بالكاتابوليز بتتحول لمايكرو مولكيولز. فور اكزامبل عندي انا في الفود بتاعي عندي ليبيدز, تمام, عندي ليبيدز. فالليبيدز دي حصل دايجيشن للفود فطلعت معايا بعد الدايجيشن ليبيدز او بروتينز او فالمايكرو مولكيولز ديت, تمام, الليبيدز هيحصل لها ميتابوليزم هتتحول لايه
عليه فاتي اسيدز تمام او الجلوكوز ماكرو مولكيول تمام هيحصل له كاتابوليز هيتحول لكربون دايوكسيد ووتر تمام واكسجين اوكي طيب تعالى للانابوليز الانابوليز هو العكس او الريفرس بتاع الكاتابوليزم الكاتابوليزم بريكنج تمام اما الانابوليز بيلدينج تمام طيب الانابوليزم يوزنج ذا سمبل مولكيولز تو بيلد اب مور كومبلكس ستراكشرز امونج شين رياكشن ويتش كونسيوم انرجي يبقى انا ببني هنا بعمل بيلدينج في الانابوليزم باخد الصغير وجمعهم على بعض يديني حاجه كبيره تمام اللي هي مثلا زي المايكرو مولكيولز زي مثلا امينو اسيدز بجمعها على بعضها تديني بروتينز تمام اللي هي ببني بيها الجسم انا حصل دايجيشن للفود طلع منه في الاخر امينو اسيدز بعد عمليه الكاتابوليزم تمام الامينو اسيدز دي ماشيه في الدم تمام في البلاط بتاعي طيب انا بعمل اكسرسايز بعمل تمارين رياضيه بروح الجيم الامينو اسيدز دي بتتجمع تديني بروتينز تبني لي ماسلز تمام هو ده الانابوليزم وبالهرمون جروس اللي عندي تمام الانسان بيحصل له جرو 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 تشايلد بقى ايه بقى ادلت بعد كده اوكي طيب يبقى هنا عندي الاكزامبل بتاع الانابوليزم سينسس اوف بروتين فروم امينو اسيدز تمام طيب ادي سمبلي مايكرو مولكيولز كانابوليزم هيديني ماكرو مولكيولز قلنا اكزامبل للمايكرو مولكيولز الامينو اسيدز والماكرو مولكيولز اللي هو البروتينز تمام طيب تعالى للامبورتنس اوف ميتابوليزم الامبورتنس اوف ميتابوليزم عندي هنا اول حاجه جروث اوف بودي سيلز يعني الميتابوليزم مهم معايا في ايه ان هو بالجروث بتاع البودي سيلز جسم بيكبر او الليفنج اورجانيزم بيكبر تمام او السيلز بايه جرو تمام وريبير اوف دامج تيشوز يعني دامج تيشوز كلنا بنقص ضوافرنا وجلدنا بيغير وشعرنا بنقصه وبيكبر ده repair of damaged tissues أو growth of body cells وده بيحصل بيعملوا الميتابوليزم في الجزء بتاع الايه الانابوليزم الايه الانابوليزم طيب انا عندي ايه تاني وانا بكبر وبيحصل growth وبيحصل repair للdamaged tissue بحتاج energy الانرجي اجيبها منين من الكاتابوليزم تمام obtaining of required energy of vital activities تمام بحصل من الميتابوليزم على الايه الريكوايرد انرجي فور فايتال اكتيفيتيز وده بيجي لي من الكاتابوليزم اوكي طيب هننقل بعد كده على سام اكسرسايزز او شوز تمام ونشوف مع بعض الكلمتين اللي شرحناهم دولت ممكن نستفيد منهم ازاي في الاكسرسايزز او الاكزامز